وفي سياق متصل، نظم العشرات من الموالين لجماعة أنصار الله مظاهرة اليوم في ساحة تغيير أمام جامعة صنعاء، وذلك تأييدا لما وصفوها بالشرعية الثورية. وأكد المشاركون في هذه التظاهرة أنهم مستمرون بما سموه الفعل الثوري حتى تحقيق كافة أهداف الثورة، رافضين ما سموه الالتفاف على أهداف الثورة. فوجئنا بدل تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وبدل تنفيذ اتفاق السلم والشراكة ومن حقها الأمني بالتوجيهات الساطرة من المخابرات الأمريكية والإسرائيلية بالاعتداء على الشعب اليمني في مارب وفي رداع وفي البيضاء، وكان اندحار المشروع الأمريكي التكفيري من رداع والبيضاء وغيرها، وكانت انتصار ثورة الشعب